حري بحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون يقوم بالقرآن لا إله إلا الله قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والغاني فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفاني يا حبذا عينان يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان فالله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان. وقد سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الله ينزل إلى السماء الدنيا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. والله إنك إذا رأيت بعض الناس، اللهم يا رب نسألك العافية. يا أمة محمد، والله ما خلقنا عبثا ولا تركنا سدى، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. خلقنا والله لأمر عظيم، سوف نوقف بين يدي الله ونسأل عن هذا العمر، في أي شيء قضينا هذا العمر. نسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير. نعم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سوف يسألون الله جل